تتكلم لنا عن إحساسك أنت برمضان وبالعيد. هو رمضان طقس ديني وطقس اجتماعي فريد. الطقوس الاجتماعية بتبتدي فيه من المسألة بتاعت الإفطارات الجماعية، لما الناس مع بعض في الإفطار الجماعي، الحرص دائماً على 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 تناول معظم الوجبات. يعني أنا بعرف إنه في أسر حتى السحور بيحرصوا على إنه يتناولوه مع بعض. يعني مثلاً عندنا هناك في السودان في 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 شندي عندك بعد الفطور برضو نفس الحكاية، صليت التراويح جيت راجع، ده في رمضان أنا لسه ما جيت العيد، جيت راجع البيت بتكون قاعد مع ناس أسرتك، ناس حيكون كلهم مع بعض، العشاء كذلك بنجينا برضو نفس الحكاية العشاء. ففي لمة في في ففي لمة وفي جو، في جو روحاني وجو اجتماعي جميل جدا جدا، بيساعد في تعضيد وتقوية العلاقات الاجتماعية بين الناس بين الأسر. يعني يمكن نحن الأسر دي يعني ما تتلمى، اللي هم قاعدين في الحي يمكن ما يتلموا إلا يوم الجمعة بعد الصلاة بتاعت الجمعة، بيجوا عيب صح بنجي نفطر مع بعض نتغدى مع بعض، لكن تاني بعدك ما بنتلمى. الرمضان بالناس كلها فطورك مع بعض، عشاك مع بعض، حتى السحور بيكون قاعدين مع بعض حتى اللحظات بتاعت السحور. فده ده 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 جو اجتماعي جميل جدا جدا، وعنده تأثير على تقوية وتعضيد العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة وكده. فأعتقد إنه زي ما قلت الطقس هو اجتماعي فريد، يعني بجانب الطقس الديني والروحانيات الموجودة فيه. ذكرت حاجة.